بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد قناتكم اكزرسيس ماركوب مع تتمه السيركوي الكتريك مع التمرين رقم 26 بالنسبه للترانسفورماسيون دو ترانسفورماسيون دو سورس. صافي ترانسفورماسيون دو سورس، ولهذا غنكونش على ترانسفورماسيون دو سورس، ولكن غيكون هنا شي حاجه كنحتاجوها ترانسفورماسيون دو سورس. صافي، باش ملي نوصلو لديك الحاجه متقولش علاش هادي علاش هادي علاش هادي. صافي، اذا هنا شوف معايا شنو قال لك. عطاني هنا واحد سورس دو كورون القيمه ديالو 3 امبير، عطاني واحد ريزيستون القيمه ديالها 3 اوم، عطاني واحد سورس دو كورون القيمه ديالو 2 امبير، عطاني واحد ريزيستون هنا القيمه ديالها 2 اوم، وعطاني واحد سورس دو كورون القيمه ديالو 4 امبير. وهو شنو قال لك؟ قال لك حول لي هاد الدارة هادي كاملة لواحد الدارة شنو فيها؟ فيها سورس دو كورون وريزيستون وحدة. صافي، إر زيرو غتكون هي إر إيكيفالون، و إي زيرو غتكون هي إي إيكيفالون. صافي، إذا نحول لي هاد الدار اللي هي هكا معقدة واحد الدارة بسيطة اللي هي هادي. إذا أولا نمشيو نحسبو إر زيرو. صافي، نحسبو إر زيرو. شنو هي إر زيرو؟ لاحظ معايا فين عندي إر؟ عندي إر هادي اللي قيمة ديالها 3 أوم، وعندي هاد الريزيستون هادي اللي قيمة ديالها 2 اوم. كي دايرين هاد جوج ديال الريزيستون على التوازي؟ صافي، راه يمكن لي نجيب هادي نوزع نحطها هنا، غنوليو على التوازي، راه مكيناش والو. صافي، غنوليو لي على التوازي. إذا الريزيستون اللي قيمة ديالها 3 اوم على التوازي عايش مع الريزيستون اللي قيمة ديالها 2 اوم. إذا إر زيرو شنو هي؟ من كيكون عندي جوج ديال لي ريزيستون على التوازي، شنو هو الار ايكيفالون ديالو؟ راه هي الضرب ديالو على الجمع ديالو، يعني 3 ب 2 على 3 زائد 2 اللي كيساوي 6 على 5. صافي، اذا ار زيرو الى جينا نحسبوها بالاله الحاسبه 6 على 5 كتعطيني 1.2 اوم. 1.2 إذا هكا جبت إر زيرو. دابا خصني نجبد شنو؟ إي زيرو. شنو عندي أنا؟ نشوف شنو هما لي سورس لي عندي، لي سورس دو كورون. عندي هاد السورس دو كورون، سورس دو كورون، سورس دو كورون. شعندي؟ داك لي سورس دو كورون لي عندهم نفس المنحة كندير حداهم زائد، و السورس دو كورون لي حداه يعني ماشي زائد دائما، ولكن فهمتي؟ هذا طالع للفوق، وهذا طالع للفوق. إلا درنا الجمع ديالهم شحال كيعطينا؟ كيعطينا 7 أمبير. ياك هذا يعني عندهم نفس الاتجاه، شحال نفس الاتجاه؟ هذا طالع للفوق وهذا حتى هو طالع للفوق. اذا كنجمعوا، ولكن هما على التوازي، شنو نديروا؟ كنجمعوا هاد القيمه ديال الكورون ديال يعني 3 زائد 4 شحال هي 7، ونشوفوا عندي واحد السورس دو كورون واحد اخر اللي هو هذا هابط لتحت. كنشوف داك السورس دو كورون واش هو كبر منه، القيمه ديالو كبر منه ولا صغار منه. اذا كان كبر منه حيت دائما خاصها تخرج لي موجب. صافي، إلا كان يعني جمعت هذا مثلا، جمعت هذا مع هذا، صافي شحال عطاوني؟ 7 أمبير، حيت عندهم نفس الإتجاه يعني بجوج طالعين للفوق، هذا هابط لتحت. إذا عندي المقارنة، هذا شحال القيمة ديالو؟ 2 أمبير. إلا كان هذا اللي كبير، إلا كان عندي هنا واحد الواحد اللي كبير، أش كندير؟ كندير حدا هذي ناقص، ولكن دابا عندي 7 هي الكبيرة، إذا عندي هنا ناقص. صافي، وهنا شحال غتساوي لي؟ 5 أمبير. هادي شنو هي؟ هي إي زيرو. واش بان ليكم مزيان؟ إي زيرو شنو هي؟ راه هي 4، راه هي 3 أمبير، زائد حتى هاديك طالعة 4 أمبير، ناقص 2 أمبير، هي 5 أمبير. صافي، ولكن تخيل معايا إلا كانت عندي هنا مثلا، هنا تخيل معايا كانت عندي 10 أمبير، هنا عندي 10 أمبير، هنا 3 وهنا 4، فشنو غتكون عندي إي زيرو في هاد الحالة؟ إلا جمعت هاد لي طالعين مع بعض، لي طالعين في نفس الإتجاه، 3 زائد 4 كتعطيني 7، ولكن هادي كبار منو، إذا غتكون هي 10 أمبير ناقص 3 ناقص 3 أمبير ناقص 7 أمبير، لي كتساوي شحال؟ هنا منديروهاش هكا، مثلا هنا عاوتاني عندي 2 أمبير، 2 أمبير، غير باش متجيني الزيرو. وهنا عندي 2 أمبير. صافي، إذا هنايا 3 10 ناقص 2 ناقص 7 هي 1 أمبير. أي في هذه الحالة الإتجاه ديال الكورون ديال هادي غيكون هابط لتحت، ولكن في هذه الحالة
الكومباري على الفوق وحاله كون كيمباري على الفوق علاش حيت في هذه الحاله هذا هو اللي كان كبير 10 امبير كبير عليهم بجوج اذا غناخذوا الاتجاه ديالو ولكن دابا في الحاله ديالنا هذا الثمن هذا زائد هذا كبار من هذا اذا عندنا الاتجاه ديال ديك اللي المجموع ديالهم كبير نتمنى تكون وصلت دابا نكملوا على التمرين ديالنا دابا بغينا اي زيرو شنو هي اي زيرو راه هي 5 امبير وبالنسبه للاتجاه كنديو الاتجاه ديال ديك اللي المجموع ديالهم كبير تقدر تكون عندي جوج هوادي الا كانوا جوج هوادي كنجمعهم مع بعضياتهم ونقارنهم مع ديك اللي طالع صافي باش نشوف الاتجاه فين هو يعني اللي عنده الكورون كبير هو اللي غنديو الاتجاه ديالو هو اللي غنقصو منو الكورون الاخر اذا هنا اي زيرو هي 5 امبير وغيكون طالع على الفوق كيما رسمو لينا هنا اذا اش اللي عندي هنا 5 امبير 5 امبير وهنا شنو عندي ار زيرو هي 1.2 امبير حيت على التوازن صافي اذا هذا غير تمهيد غنبقاو نحتاجو هادشي هذايا في التمارين اذا نشوفكم في حصه مقبله مع تمرين اخر سورس ترانسفورماسيون